السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد ومقارنة جديدة من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة كيا إكسيد 2022، وتحديدا الفئة الثانية منها اللي هي تعتبر الأعلى تجهيزا، واللي بتطرح لأول مرة في السوق المصري ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومعانا على الناحية الثانية بيجو 2008 2022 برضو بفئتها الثانية، واللي هي تعتبر قبل الفئة الأخيرة على طول اللي هي فئة الألور، بتنزل برضو بنفس السعر بتاع الكيا إكسيد الفئة الثانية، 400,000 جنيه و 400,000 جنيه. لو معاك بقى البادجت بتاعك 400,000 جنيه هتختار انهي عربيه فيهم؟ هو ده السؤال بتاعنا النهارده. النهارده كمان هنتكلم على كل التفاصيل المتعلقه بالكيا إكسيد الفئه الثانيه، وهنتعرف كمان على كل التفاصيل المتعلقه ببيجو 2008. كنا عملنا قبل كده ريفيو مفصل للكيا إكسيد الفئه الاولى، هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب، لكن ما كلمناش قبل كده على 2008، اتكلمنا عنها في اللونش بتاعها او في حفل الاطلاق بتاعها، لكن في 2022 اول مره نتكلم على 2008، فهنتعرف برده من خلال المقارنه دي على كل التفاصيل المتعلقه بالعربيه. هنحاول كمان نبرز بعض الفروق ما بين الفئات في الفئتين او في العربيتين، سواء الكيا إكسيد او ال 2008. فصل صغير زي ما تعودنا هنلف فيه حوالين العربيتين، نتعرف على بعض الاوبشنز كده سريعا، وبعد كده نرجع نتكلم على كل التفاصيل المتعلقه بالكيا إكسيد والبيجو ال 2008. يلا بينا. طيب قبل ما نبتدي المقارنه بتاعتنا، خلوني اتوجه بالشكر الجزيل للمتحد القصراوي UAC ان هم وفروا لنا العربيتين دول، ووفروا لنا كمان المكان. احنا موجودين هنا في الشوروم الخاص بيهم في الشيخ زايد، تحديدا على عند وصل الدهشور كده. المكان هنا اكتر من رائع، الشوروم هنا بيجي اوت دور وان دور كمان، وفي مجموعه كبيره من العربيات طبعا القصراوي موزع معتمد لكتير من العربيات التجاريه. طيب دي دعايه مجانيه علشان برضو ايه محدش يلومني على اي حاجه. طيب مقارنتنا النهارده زي ما اتكلمنا كده في البدايه، قلنا ان احنا معانا الإكسيد الفئة الثانية ب 400,000 جنيه، نفس القيمة السعرية الخاصة بالبيجو 2008 في فئتها الثانية برضو، ولكن مش الأعلى تجهيزا، بتنزل برضو بسعر 400,000 جنيه، والأسعار اللي احنا قلناها حالا دي هي الأسعار الرسمية الخاصة بالعربيتين. طيب ليه بقى بنقارن ما بين العربيتين دول؟ زي ما قلت لكم كده في البدايه ان العربيتين يعتبروا متقاربين جدا في الفئه السعريه، او مش متقاربين، هم متطابقتين في الفئه السعريه وفي الفئه الحجميه كمان، الاثنين بينافسوا فئه الكروس اوفر، ولكن 2008 يعني الناس بتعتبرها سب كومباكت او كومباكت اس يو في. فيعني ايه الحتتين بتوع الاس يو في والكروس اوفر دي ناس كتير بتلخبط فيها، فمش هتبقى مهمه بالنسبه لنا قوي. المهم بالنسبه لنا هو البادجت بتاعك او الميزانيه اللي انت حاططها للعربيه الجديده اللي انت عايز تشتريها. عندك 400,000 جنيه قدامك كيا إكسيد او ال 2008، بالاضافه كمان اللي فيه مقارنه كمان ان شاء الله قريب هنعملها ما بين الكيا إكسيد وما بين النيسان جوك، ناس كتير برضه سالتني عليها، ما كنتش حابب اقول بس انا قلتها لكم دلوقتي. طيب هنتكلم طبعا عن كل التفاصيل المتعلقه بالعربيتين، وخلونا نبتدي بمقدمه العربيتين والتجهيزات اللي موجوده في المقدمه ونتعرف عليها بشكل تفصيلي. يلا بينا. طيب على مستوى التجهيزات في مقدمه العربيتين هنلاحظ ان في تشابه كبير. مبدئيا منظومه الاضاءه الاماميه الرئيسيه بتيجي ال اي دي في الفئتين او في العربيتين، مفيش فيها اي اختلاف. اما الاشارات الجانبيه اللي موجوده في مقدمه العربيه، هنا في ال 2008 فبتكون الاضاءه بتاعتها هالوجين، لكن هنا في الكيا إكسيد بتكون عباره عن شريط ال اي دي موجود اعلى الفانوس الامامي، ودي واحده من الاختلافات في منظومه الاضاءه الاماميه في العربيتين. طيب عندنا كمان نقطه، وهي الفوج لايت الاماميه الموجوده في العربيتين مفيش فيها اختلاف، ولكن في العربيتين الاضاءه بتاعتها بتيجي هالوجين مع عدسه لتركيز الاضاءه عشان تدي اضاءه افضل او اداء افضل فيما يتعلق بالفوج لايت الاماميه. طيب تطعيمات البيانو بلاك موجوده في الكيا إكسيد بشكل اكبر شويه من الموجوده في ال 2008. طيب هنلاحظ ان البيانو بلاك موجود هنا في الشبكه الاماميه في الكيا إكسيد، هنلاحظ كمان ان هو موجود في فتحات التهويه السفليه. اما هنا في البيجو 2008 فهو عباره عن رمش بسيط موجود كده فوق الشبكه الاماميه، اما الشبكه الاماميه فبتبقى ميكس ما بين البلاستيك الاسود المط وما بين تطعيمات الكروم الموجوده هنا اللي هي فيها سنه لمعه، اما فتحات التهويه السفليه اللي موجوده هنا فبتبقى من البلاستيك الاسود المط. الديفيوزر الامامي في العربيتين بيبقى من البلاستيك الاسود المط، لكن مساحته بتبقى اكبر شويه في مقدمه العربيه هنا في الكيا إكسيد، لكن برده في العربيتين بيلحم مع اقواس الكاوتش، وبيلحم كمان مع العتب بتاع الابواب، وبيلحم كمان مع الديفيوزر الخلفي علشان يدي
بيديك العربيه كده بمنظر رياضي اكتر من تحت، وبيحافظ على العربيه من تحت على سواء على الابواب بالعتب بتاع الابواب او منطقه المقدمه وظهر العربيه. طيب تطعيمات البيانو بلاك زي ما قلنا عليها موجوده حوالين الفوج لايت الاماميه سواء هنا في الاكسيد او موجوده كمان في ال 2008. على مستوى التصميم بقى هنلاحظ طبعا عربيتين مختلفتين تماما في التصميم بتاعهم. البيجو 2008 فيها ميزه وفيها عيب متعلق بالتصميم. التصميم حاد واجريسيف، زوايا حاده كتير، مديه انطباع عن العربيه ان هي حجمها كبير. للوهله الاولى هتحس ان العربيه فعلا حجمها كبير. هتلاحظ كمان التصميم اصلا في حد ذاته كاتشي، تصميم الاضاءه النهاريه اللي موجوده هنا اللي واخده شكل مخالب الاسد، وتصميم كمان الفوانيس الخلفيه اللي واخده شكل مخالب الاسد، هنا انياب الاسد عفوا، وورا كمان واخده مخالب الاسد. لكن العيب اللي انا بقول لكم عليه وده من وجهه نظري الشخصيه ان التصميم ده مكرر. يعني ال 2008 تصميمها في المقدمه هتحس ان هو نفس التصميم اللي موجود في 3008، نفس التصميم الموجود في 5008، وقريب جدا من التصميم الموجود في 508، فمش هتحس ان في اختلاف كبير في التصميم. للوهله الاولى التصميم هيبقى ملفت للنظر او كاتشي، بس بعد ما تتعود عليه خلاص بتحس ان الموضوع مكرر شويه. الكيا اكسيد على الناحيه التصميميه في العربيه تصميم مختلف ومميز وما شفناهوش قبل كده، ولا على مستوى كيا عربيات كيا المطروحه في السوق المصري، ولا على مستوى منافسينها الموجودين في الفئه الحجميه بتاعتها. ولكن في برضه تعبير لازم، الامضه بتاعت كيا اللي موجوده في مقدمه العربيه اللي هي الشبكه الاماميه اللي هتحس ان هي عباره عن شفتين وما بينهم فتحات تهويه، ودي موجوده في الكيا سيراتو زي ما احنا عارفين، شفناها طبعا في الريفيو المفصل للعربيه. وهنلاحظ كمان تصميم الفانوس الامامي اللي واخد شبه عين الصقر شويه، في ناس اختلفت معايا في النقطه دي، لكن انا شايف ان هو اقرب لتصميم عين الصقر مع تصميم الاضاءه النهاريه اللي بتبقى عباره عن اربع نقط موجودين جوه الفانوس الامامي، فمديه منظر كمان مختلف وشيك للعربيه. العربيتين من قدام فيهم تصفيح كامل اسفل المحرك، ودي برضو احد نقاط القوه المميزه، ولكن زي ما قلت لكم في عندنا اختلاف فيما يتعلق بالاضاءه المتعلقه بالاشارات الجانبيه. هنا في ال 2008 بتبقى هالوجين، اما هنا في الاكسيد فبتكون ال اي دي بالكامل. ده كده فيما يتعلق بمقدمه العربيتين. تعالوا بقى نتنقل على منظومه الحركه لان هي واحده من اكبر الاختلافات ما بين العربيتين. طيب تعالوا بقى نفتح الكبوت كده ونقشر ونشوف ايه الاخبار. مبدئيا وزن الكبوت هنا في ال 2008 خفيف جدا ومش محتاج مساعدين يعني، بس هو مفيش مساعدين مبدئيا، لكن عندي العزل اللي موجود هنا بالاضافه كمان للتصفيح اللي موجود اسفل المحرك زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في المقدمه. طيب ده كده البيجو 2008. تعالوا بقى ندخل على الاكسيد. الاكسيد وزن الكبوت بتاعها تقيل ومفيش مساعدين، ودي يمكن احد نقاط العيب اللي موجوده في العربيه. هو طبعا المساعدين مهمين سواء بقى الكبوت خفيف او تقيل، ولكن لما بيكون تقيل بتبقى اهميتهم اكبر. وما عنديش طبعا العزل اللي موجود هنا، لكن زي ما قلت لكم عندنا تصفيح كامل اسفل المحرك. طيب نبتدي بايه؟ نبتدي بالبيجو 2008. البيجو 2008 المحرك البيور تيك المعروف من شركه بيجو بيجي 3 سلندر قوته او سعته 1.2 لتر او 1200 سي سي تربو، متوصل على نقل حركه اوتوماتيكي اعتيادي من 6 سرعات. المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه بتوصل ل 130 حصان، وبتطلع عزم بيوصل ل 230 نيوتن متر عند 1750 لفه. طيب مؤشر العزم بيقول لنا ان العربيه يعني حاضره على عدد لفات محرك قليله، وده طبعا بيدينا مؤشر ان المحرك سريع او استجابته سريعه مع نقل الحركه. ولكن طبعا المحرك 3 سلندر ففي ناس كتير بتقلق من النقطه دي. المنظومه دي برضو بتخلي العربيه تتسارع من 0 ل 100 في 9.3 ثانيه، وبالمناسبه الرقم ده قريب جدا جدا، فرق واحد او جزء من الثانيه ما بينه وما بين التسارع بتاع الكيا اكسيد. تعالوا بقى نتكلم عن الكيا اكسيد ونتعرف عليها وعلى منظومه الحركه فيها. مبدئيا السمارت ستريم او جي دي اي اللي معروف من شركه هيونداي هو ده المحرك بتاع الكيا اكسيد بسعه 1.5 لتر او 1500 سي سي تربو. تقريبا هو نفس المحرك اللي موجود برضو في مجموعه من عربيات هيونداي، لان احنا عارفين انه كيا وهيونداي تقريبا شركه واحده. بتوصل على نقل حركه اوتوماتيكي دي سي تي او دول كلتش جاف من 7 سرعات، نفس نقل الحركه الموجود في الهيونداي توسان، ولكن اشاعات ومش متاكد منها وما اقدرش اكدها لكم انه نقل الحركه هنا في الكيا اكسيد في عمليه تهويه افضل من اللي موجوده. ولكن فرق الحجم وفرق الساعه اللتريه للمحرك هيدينا طبعا مؤشرات مختلفه عن اداء نقل الحركه ما بين الكيا اكسيد وما بين الهيونداي توسان، فخلونا نستنى لحد ما نجرب العربيه تجربه تفصيليه مطوله عشان نقدر نحكم على اداء العربيه بشكل عام. لكن بشكل عام برضو المحرك مع نقل الحركه بيطلعه قوه حصانيه 160 حصان، يعني اكبر ب 30 حصان من ال 2008، وعزم
بيوصل ل 253 نيوتن متر، برضو عزم تقريبا اكبر بحوالي 23 نيوتن متر من ال 2008. اما التصرف فبيكون زي ما قلت لكم فرق واحد من جزء واحد من الثانيه ما بين البيجو ال 2008 والكيا اكسي. طيب نظام التعليق الامامي هنا بيجي ماكفيرسون، وهنا كمان بيجي ماكفيرسون، الخلفي بيجي مالتي لينك هنا في الكيا اكسيد، اما الخلفي في البيجو 2008 فانا مش متاكد منه، فمش عايز اقول لكم معلومه تطلع غلط يعني. لكن ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه الموجوده في العربيتين. فلو فارق معاك عدد اللفات بتاعه المحرك في العزم، فاحنا عندنا طبعا هنا 1750 لفه، هنا عندنا 1500 لفه، طبعا هنا 253 نيوتن متر وهنا 230 نيوتن متر، فعزم الكيا اكسيد طبعا اكبر لو بتدور على النقطه دي. ولو بتدور على التسارع فاعتقد التسارع مش هيفرق كتير، ودي نقطه تحتسب للبيجو لان البيجو حجما ووزنا الى حد ما اكبر شويه من الكيا اكسيد. تعالوا بقى نتنقل على جنب العربيه اللي من خلاله هنقدر نتعرف على احجام العربيتين عامله ازاي. يلا بينا. جبت لكم المفاتيح بتاعت العربيتين اهوت علشان نتكلم عنهم باستفاضه شويه في الجنب هنا، وخلونا نبتدي كده من قدام لورا علشان ايه نعرف ابرز الاختلافات. مبدئيا الاقواس بتاعت الكاوتش اللي بتحل مع العتب دي موجوده في العربيتين، مفيش فيها اختلاف، الاقواس بتيجي من بلاستيك الاسود النط وكذلك العتب. لكن الاحظ هنا ان العتب في 2008 بيبقى فيه فوق منه تريم من البلاستيك الرصاصي لامع شويه، فبيدي منظر كمان اشيك للعربيه. اول اختلاف هنقابله ما بين العربيتين هو الجنط. الجنط طبعا نقشته مختلفه ما بين العربيتين تماما، ومقاسه كمان مختلف، هنا بيجي 17 انش 2 تون، اما في الفئه الثانيه من اكسيد والفئه الاولى كمان من اكسيد بيجي مقاسه 18 انش 2 تون، نفس النقشه ونفس الشكل. طيب ده اول اختلاف. ثاني اختلاف عندنا موجود في المرايات الجانبيه، المرايات الجانبيه قابله للضبط كهربائيا في العربيتين سواء في الاكسيد او في ال 2008، ولكن الضم بتاعها بيكون اوتوماتيكي في الاكسيد وبيكون مانوال او يدوي بالشكل ده هنا في البيجو 2008. اما في الاكسيد فعندنا كمان الاشارات الجانبيه اللي موجوده كمان هنا في ال 2008 في الفئه الاولى من اكسيد، مفيش اشارات جانبيه في المرايات، بتبقى موجوده هنا زي بلانكر كده او غمازات موجوده على الرفرف الجانبي اليمين. يبقى الفئه الثانيه من اكسيد فيها اشارات جانبيه، وفي ال 2008 كمان في اشارات جانبيه في المرايات الجانبيه. ثالث اختلاف عندنا الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، ده مش موجود هنا في البيجو 2008 لكن موجود في الفئه الثانيه من اكسيد اللي هنتعرف عليها دلوقتي برضو من الجنب، فده يعتبر برضو احد الاختلافات المهمه في جنب العربيتين ما بين ال 2008 والاكسيد. بعد كده عندنا الروف راكس اللي موجوده هنا، ودي مش موجوده في كل فئات ال 2008، موجوده في الفئه الثانيه، في الفئه الثالثه، مش موجوده في الفئه الاولى، بيجي طبعا من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، وكذلك البيانو بلاك بيبقى موجود هنا الفاصل ما بين الازازين اللي قدام واللي ورا، الازاز اللي ورا بيجي فميه في الفئات كلها بتاعت البيجو 2008 ما فيش فيها اي اختلاف، ونفس الحكايه في الاكسيد ما فيش فيه اختلاف برضو، الازاز الخلفي بيجي فميه في فئتين الاكسيد، وهنلاحظ كمان الجزء الخلفي اللي موجود هنا بيبقى بيانو بلاك او بلاستيك اسود لامع. هنلاحظ كمان خط الكتف بقى بشكل عام التصميم في جنب العربيه هنا في 2008 بيبقى حاد جدا وبيبقى واخد زوايا حاده بالشكل ده اللي احنا شايفينه هنا، بيبقى مثلث وبعد كده هنا كمان مثلث، وراس المثلث ده مع راس المثلث ده بيلتقوا بخط كده موجود هنا بيعدي فوق المقبض بتاع الباب بتاع السائق، وبيبقى برده خط حاد وبارز من العربيه. العتب بتاع الابواب زي ما قلت لكم بيجي من البلاستيك الاسود المط، وبيبقى فيه فوق منه تريم من الرصاص الفاتح علشان يدي منظر شيك، وبيكمل معايا لتحت هنا عشان حمايه الجزء السفلي من الباب، وكمان في شفه رابر موجوده اضافيه موجوده داخليا جوه الباب علشان الحمايه افضل، بالاضافه كمان للعزل اللي موجود هنا، في عندنا طبقتين عزل للباب. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب ال 2008. تعالوا بقى نبص كده بصه سريعه على الجنب في الكيا اكسيد. يلا بينا. هنا بقى في الكيا اكسيد عندي الفروق اللي احنا اتكلمنا عنها في 2008 هتبقى ظاهره جدا. مبدئيا الجنط هنا مقاسه 18 انش، في الفئه الاولى كمان من كيا اكسيد بيكون الجنط 18 انش، نفس النقشه والالوان، تو تون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق. طيب الاختلاف الثاني اللي موجود زي ما اتكلمنا في 2008 موجود هنا في المرايات الجانبيه، المرايات الجانبيه هنا في الكيا اكسيد في فئاتها الثانيه قابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه بالشكل ده، مع الاشارات الجانبيه ال LED اللي موجوده او مثبته على المرايات الجانبيه. في الفئه الاولى من كيا اكسيد ما عنديش اشارات جانبيه في المرايات، بتبقى عندنا بلينكر او غمازات موجوده هنا على الرفرف الجانبي للعربيه. الاختلاف الثالث اللي اتكلمنا عنه مع البيجو 2008 والكيا اكسيد هو الكيلس انتري. قلت لكم هنا انه العربيه في الفئه الثانيه من كيا اكسيد فيها كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح موجود هنا لباب السائق وباب الراكب الامامي بالشكل ده، اقدر من غير استخدام المفتاح او يكون بس المفتاح معايا في جيبي اقدر ادخل العربيه، باب السائق وباب الراكب الامامي. عندنا روف راكس زي ما موجوده في 2008 موجوده هنا في الاكسيد بفئتينها الاثنين، لكن اللون بتاعها بيختلف بيبقى باللون الرصاصي. طيب اقواس الكاوتش بتيجي من البلاستيك الاسود المط، وكذلك بتلحم مع العتب بتاع الابواب، ومكمله معايا كمان لاقواس الكاوتش الخلفيه والدفيوزر الخلفي. الخطوط التصميميه في جنب العربيه هنا في الكيا اكسيد اقرب للمنحنيات او الكيرفات، انسيابيه اكتر
والعربيه بشكل عام تصميمها اقرب للعربيه الهاتشباك منها للكروس اوفر، فده بيخلي منظر العربيه انسيابي شويه وحجمها او يبان ان شكلها اصغر شويه من البيجو 2008. ودي هتاخدنا لنقطه الحجم او الابعاد بتاعه العربيتين. مبدئيا البيجو 2008 اعرض في العرض من الايكيا اكسيد، وكذلك في الارتفاع بتاع العربيه الاجمالي الارتفاع الكلي البيجو اكثر ارتفاعا من الكيا اكسيد، الفرق ما بينهم حوالي من 7 ل 10 سم في الارتفاع. ده بيفرق على حسب الجنط وعلى حسب كمان الروف راكس اذا كانت موجوده ولا لا، لان زي ما قلت لكم في 2008 الروف راكس مش موجوده في كل الفئات. طيب اما الطول الكلي او الاجمالي بتاع العربيتين فالكيا اكسيد اطول من البيجو 2008 ب 10 سم، 5 سم منهم موجودين في طول قاعده العجلات و5 سم تانيين موجودين في الجزء الخلفي. طول قاعدة العجلات هنا في الكيا اكسيد 2 متر 65 سم، طول قاعدة العجلات في البيجو 2008 2 متر 60 سم، فده بيدينا مؤشر على اتساع المقصورة الداخلية الى حد ما. طيب النقطة الثانية زي ما قلت لكم في 5 سم كمان في ظهر العربية، فهل ده هيفرق في مساحة الشنطة ولا لا؟ تعالوا بقى نشوف مساحة الشنطة ما بين العربيتين عاملة ازاي ونتكلم اكتر على ظهر العربيتين. يلا بينا. طيب وصلنا بقى لظهر العربيتين، نبتدي كده بالشنطة ومساحة الشنطة علشان دي برضو نقطة مهمة جدا وفيصلية للناس اللي بتدور على مساحات في العربية ويهمها جدا موضوع المساحات ده. مبدئيا طريقة فتح الشنطة مختلفة ما بين العربيتين، هنا في البيجو 2008 الشنطة بتفتح بشكل عادي تقليدي ما فيش فيها أي فكرة، مساحة الشنطة هنا بالمناسبة أكبر من مساحة الشنطة اللي موجودة في الكيا اكسيد، برغم إن الكيا اكسيد زي ما قلت لكم أطول ب 10 سم في منهم 5 سم زي ما اتكلمنا في الجزء الخلفي، إلا إنه الشنطة هنا أكبر، مساحة الشنطة هنا 434 لتر مستغلين بشكل كامل، لكن العمق لتحت كبير شوية إلى حد ما، الشفة بتاعة التحميل دي عالية شوية، لكن بشكل عام الشنطة مستغلة بشكل لطيف. عندنا كمان تحت كده في جزء خاص بالاستبن مع العدة الخاصة بيه، الاستبن طبعا بيجي بجنط احتياطي مع مساحات تخزين صغيرة موجودة يمين وشمال ووحدة إضاءة صغيرة موجودة هنا، والرف اللي هو بيبقى صلب شوية ممكن أشيله خالص لو أنا مش محتاجه عشان يزود لي المساحة، أو إن أنا ممكن أستغله أحط عليه أي حاجة بس تكون خفيفة أو بسيطة. الشنطة طبعا ممكن مساحتها تزيد أو قابلة للزيادة من خلال طي الكنبة الخلفية 40-60 عشان يزود معايا مساحة الشنطة من جوه. طيب ده كده فيما يتعلق بمساحة الشنطة، هنرجع لها تاني بس لما نرجع للتجهيزات. تعالوا بقى نتنقل هنا للكيا اكسيد، الكيا اكسيد هنا في الفئة التانية بتفتح كهربائيا زي ما احنا شايفين، وبتفتح بثلاث طرق، الطريقه الاولانيه من الزرار اللي انتم شفتوه، الطريقه الثانيه من خلال الريموت كنترول بتاع العربيه في زرار خاص بيها ممكن افتح الشنطه، والطريقه الثالثه من خلال زرار موجود في الكونسول الامامي. طيب مساحه الشنطه هنا 426 لتر اقل بحوالي 8 ل 9 لتر منها في البيجو 2008، ولكن هي اعرض شويه فتحس ان المساحه بتاعه التحميل اكبر، شفه التحميل هنا عاليه الى حد ما، ولكن برضو في ميزه كويسه وهي انه الارضيه بتاعه الشنطه بتفتح على مرحلتين بالشكل ده كده، وممكن بقى استغلها كمان في ان انا ارفع مستوى الشنطه بالشكل ده كده، فبرفع الارضيه بتاعه الشنطه، فالارضيه بتترفع على مستويين، دي من مميزات الشنطه الموجوده هنا في الكيا اكسيد، فبالتالي بيخلي شفه التحميل اللي موجوده هنا اقل في الارتفاع شويه فبتسهل عليا عمليه التحميل، بالاضافه كمان لانه بيخلي الارضيه الناتجه عن طي الكنبه الخلفيه بتبقى متساويه مع الارضيه بتاعه الشنطه فبتبقى عمليه تحميل افضل، فبالتالي الافضليه في عمليه التحميل هنا للكيا اكسيد عن ال 2008. ولكن في المساحات ال 2008 زي ما قلت لكم اكبر بحوالي من 8 ل 9 لتر في مساحه الشنطه الاجماليه. على الجنب هنا المساحات دي مش هتبقى مستغله قوي، ودي برضو نقطه ضعف موجوده هنا في الشنطه، ولكن عندي فتحه 12 فولت دي مش موجوده في 2008، اماكن لتعليق الاكياس مع جنشات في الارضيه مع كمان الاستبن اللي موجود هنا، الاستبن هنا بيجي بجنط احتياطي برضو ولكن حجمه اكبر شويه من اللي موجود في 2008 مع العده الخاصه بالاستبن اللي هو الكوليك والمفك. نفس الكفر اللي موجود هنا، الكفر الصلب القابل للازاله او ان انا ممكن استخدمه في اي حاجه، بالاضافه لطي الكنبه الخلفيه 40-60، والشنطه زي ما قلت لكم كهربائيه بالكامل فبتقفل وتفتح بالشكل ده. على مستوى التجهيزات بقى، تعالوا بقى نتكلم على مستوى التجهيزات بشكل عام. الاضاءه الخلفيه في العربيتين بتيجي ال اي دي زي ما قلت لكم، احنا بنتكلم في المقدمه هنلاحظ انه تصميم الفوانيس الخلفيه في البيجو هنا بتيجي على شكل مخالب الاسد مديها منظر مميز، السبويلر الخلفي موجود في الفئتين او في العربيتين موجود هنا وموجود هنا لكن حجمه في الاكسيد اكبر. عندنا كمان الاضاءه الخلفيه الخاصه بالتحذير بتاعه الفرامل موجوده برده في العربيتين، الاضاءه ال اي دي بالكامل في العربيتين باستثناء الفوج لايت الخلفيه اللي موجوده هنا بتبقى الاضاءه بتاعتها هالوجين. سنسور الركن الخلفيه
موجودة في الفئتين أو في العربيتين، وموجودة كمان الكاميرا الخلفية للركن أسهل أو عملية ركن أسهل، موجودة هنا في 2008 وموجودة كمان في الكيا إكسيد بفئتينها. طيب الإزاز الخلفي بيجي فمي برضو مع المساحة الخلفية اللي موجودة هنا ومساحة خلفية موجودة هنا والإزاز الخلفي فمي، ولكن زي ما قلت لكم تصميم الكيا إكسيد ملفت للنظر أكتر لأن هي واخدة شوية شكل الهاتشباك منها للعربية الكروس أوفر، فتحس إن هي عربية واخدة شكلين مع بعض، هي مميزات الكروس أوفر مع التصميم بتاع الهاتشباك. ده كده سريع ما يتعلق بظهر العربيتين. تعالوا بقى ندخل جوه المقصورة الداخلية للركاب من خلال الكنبة الخلفية أولا، ونتعرف على المساحات في الخلف ونبتدي بالكيا إكسيد. يلا بينا. عندنا نفق فتيس ولكن مش مرتفع للدرجة. أول عيب أو أول حاجة مش موجودة هنا في 2008 مسند الإيد الخلفي. الإكسيد فيها مسند إيد خلفي مع 2 كاب هولدر. الكنبة الخلفية قابلة للطي 40-60 زي ما احنا شايفين كده. عمر السنوات الأمان تقريبا واحدة، سواء أنظمة الفرامل، أنظمة الثبات الإلكتروني، سواء الـ ABS EBD Traction Control الـ ESP، أنظمة السنسور اللي هي خاصة بالإضاءة، السنسور الخاصة بالمطر، كل ده مشترك ما بين العربيتين، مفيش فيه أي اختلاف.